وللتعليق على المشهد اليمني ينضم إلينا الدكتور حميد الشجني الباحث والأكاديمي اليمني. إذن فشل الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية التي جاءت للوساطة بين اليمن وبين الإمارات، كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ مرحبا. يعني في الواقع أن وجود رئيس الوزراء أحمد عبيد بن بدر خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو أنها أتت متأخرة. فكما تعلمون الجزيرة تحت سيطرة الإخوان بالإمارات لمدة 3 سنوات ولم تحرك الحكومة الشرعية ساكن. أيضا في المقابل لازلنا لحد الآن مستائين كثيرا من عدم خروج الحكومة الشرعية بتصريحات واضحة وعالمية على الملأ توضح ماذا يجري في الجزيرة وما هي آخر الأحداث وما تنوي الحكومة الشرعية العمل فيه. ما نسمعه هو عن ماضي غير يريد التصريح عن اسمه، وكأن القضية لا تهم الشعب اليمني ولا تهم الجماهير اليمنية، فهذا في حد ذاته غلط ولم يدعم الحكومة في شيء. إذا السكوت من قبل الحكومة ووجود أصلا الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض، هل يسمح له ذلك برفض ما تفعله الإمارات الآن؟ في الحقيقة أن وجوده في الرياض هو لب المشكلة، وأساس المشكلة اليمنية تكمن في وجوده في الرياض، وهذا ما حذرنا منه منذ البداية. وكان الأحرى عبد الرب هادي منصور و باقي ما يعني المنتمين للحكومه الشرعيه ان ينشئوا دوله مستقره ذات امن وامان ورخاء واستقلال في المناطق المحرره او في قدر السودان او في اي مكان من الاراضي اليمنيه حتى يتمتعوا باستقلاليه القرار، ويكون هناك نوع من القرار القدره على اتخاذ القرار والمناوره في حتى في حالة وجود وسادات وما إلى ذلك. أما الآن فنعتقد أن القرار الحكومة هو بيد الحكومة السعودية ولا تملك الحكومة اليمنية شيء، وهذا سيثبت للملأ إذا كان نية الحكومة السعودية هي عملية الفصل يعني ودعم الشرعية، أم أنها تدور في نفس يعني نفس فولد ودورات الدول الأخرى مثل الإمارات وغيرها. بالأساس دخل التحالف العربي إلى اليمن الرياض والإمارات لمحاربة الحوثيين وإيقاف المد الشيعي وغير ذلك من الأهداف التي ذكرها حينها. الآن ماذا عن نجاح هذه اللجنة السعودية أو فشلها في هذه الوساطة وحل أزمة سوء قطرة برأيك؟ هو ما أعلن عنه في عملية تدخل إخوان في ما يسمى بالتحالف في إعادة الشرعية ومحاربة الصفوية وما إلى ذلك كان يعني هدف نبيل في حد ذاته، ولكن للأسف ما رأيناه ونشاهده وأصبح ظاهر للعيان، وما حدثنا منه مرارا وتكرارا أن هناك أجندات أخرى لا تمت لهذه المعطيات أو القوائم بصلة. كون الآن التحالف يعني انحرف انحراف كليا عن مسراه، بدليل أن السيد عبد ربه هادي منصور لم يستطع العودة إلى ما يعرف المناطق المحررة، وأيضا الآن الاحتكاكات والمشاكل التي في الجزيرة والإنزالات، وكأن لا توجد هناك شرعية أو دولة يعني بأي شكل من الأشكال، وهذا سيقوض السلطة الشرعية ويعطي الإنقلابيون الحقيقيون المجال أكثر للدعاية والإعلان والانتشار أكثر. وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حميد الشجني الباحث والأكاديمي اليمني.